اجمل طبعا الواحد كده لما يصحى من النوم ويستيقظ كده ويفتح باب البلكونه ويلاقي مساحات خضراء وشاسعه كبيره جدا واللون الاخضر قدامه، اعتقد هيحس براحه كبيره جدا وتفاؤل في هذا اليوم. مفيش اجمل ان كل طرقات بيتك والشقه بتاعتك تكون مليانه ورود زينه واشجار وكل هذه الاشياء اللي هي تتصف باللون الاخضر اللي كل واحد ما يبص ليها كده يحس بارتياح بداخله. النهارده هنتكلم عن فقره مهمه جدا، نباتات الزينه وازاي ننسقها واهميتها في وجود واهميه وجودها في بيتنا وازاي نحرص انها تبقى متواجده باستمرار. ده اللي هيكون محور نقاش النهارده مع ضيفي المهندس محمود الفوال، مهندس نباتات زينه واللاندسكيب. باشمهندس تحياتي ليك واهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه عايز حضرتك تلقي لي الضوء بشكل كبير جدا اهميه الزراعه في حياتنا واهميه اللون الاخضر، يمكن برنامجنا اسمه اللون الاخضر، اهميه اللون الاخضر بشكل كبير ومكثف في حياتنا ممكن يكون ازاي؟ طبعا احب اقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ان اللون الاخضر شيء جميل جدا، مجرد ان الواحد يبص بس يشوف قدامه اللون الاخضر دي في حد ذاتها بتدي انطباع الهدوء والسكينه. فاول حاجه نبتدي نتكلم فيها ان الواحد ازاي يصحى من النوم يشم اكسجين نقي، ازاي يصحى من النوم يشوف منظر طبيعي ربنا اللي صنعه. نعم. صنع بيد الله. ده عباره عن ان الواحد يبتدي ينسق بيته، ينسق حديقه بتاعته، ان قدام البلكونه بتاعته ممكن يحط زهريه، قدام مدخل البيت يزرع بعض الاشجار سواء كان بقى اذا كان الشجر ده زينه او شجر مثمر، اي نوع من الشجر، ده في حد ذاته كويس جدا بان الواحد يهتم بالزراعه. لكن منظومة الزراعة في البيت أو أن يكون عندك أشجار أو بعض نباتات الزينة مش موجودة بشكل كبير جدا في المدن، ولكن برضو على غرار ذلك المدن الجديدة اهتمت بده أن يكون في مساحات شاسعة، خلاص أدركوا قيمة اللون الأخضر في حياتهم. لو اتكلمنا الناس اللي هي خلاص يعني زي مش عايز اقول راحت عليها اللي مش قادره تزرع في بيتها، اذا ممكن يحاول برضه على قدر الامكان ان هم يستعينوا باللون الاخضر يكون موجود في حياتهم خاصه في منزلهم. لا ده لو عنده متر في متر يقدر يستغله ايا كانت المساحه، من متر في متر لحد 30 متر قدام البيت. متر في متر يقدر يجيب نباتات صغيره بسيطه تطلع زهره قدام منه، ممكن يزرع مسطح اخضر، في كتير جدا من انواع النباتات تقدر تكسي الارض بدل ما تخليها تربه طينيه تبقى خضراء. في كتير جدا من النباتات بدل ما تبقى خضراء تديك زهره. جميع الالوان الزهور موجوده. لكن النقطه اللي عايز اقول لحضرتك فيها بالنسبه للمدن الجديده، للاسف قبل كده ما كانش حد بيتكلم عن الزراعه او يقدر يستغل اي مساحه قدام منه. دلوقتي بقى ايه، اي واحد اول ما بيشتري قطعه ارض بيفكر المساحه اللي هتبقى خضراء قدام البيت بتاعه سواء فيلا او عماره سكنيه او اي حاجه، بيبتدي يفكر. يعني انا جات لي مكالمات كتير بخصوص النقطه دي، كذا واحد كلمني قال لي يا باشمهندس انا عندي شريحه المساحه 100 متر، تحب اخلي كميه قد ايه منها ان انا ازرع فيها؟ جميل. الاول يعني كم متر؟ الاول كان بيفكر يكلم المهندس بتاع الانشاءات عايز اعمل كم غرفه؟ عايز اعمل الغرفه كم في كم؟ يعني بيهتم بالمبنى قبل ما يهتم بالزراعه. لا دلوقتي تخش اي مكان انشائي مهندس الزراعه بيكون ملاصق لمهندس الانشاءات عشان خاطر يبتدي ينسقوا مع بعض المساحه الخضراء اللي هتبقى موجوده في المنطقه ديت بالتوازي مع المباني الموجوده. باشمهندس بحكم خبرتك كنت حضرتك استعرضت امثله في المدن الجديده، انت شايف يعني المدن الجديده المساحه الخضراء المزروعه فيها دلوقتي قايمه على نظام مش قايمه بشكل عشوائي يعني؟ للاسف في بعض العشوائيات موجوده، لكن المفروض ان يكون في نظام. هي في بعض المدن اللي انا دخلتها زي مدينه الشروق، بس الكلام ده كان من فتره، انا شفت قدام مني التنسيق. البدايه بتبقى كويسه ان بيبقى في المساحه الموجوده المخصصه للزراعه قدام كل بيت، كل عماره، كل فيلا موجوده بنفس المساحه قدام كل فيلا. نعم. لكن بعد كده مجرد ان الساكن ما بيسكن بيعمل اول حاجه بيفكر ان هو يستغل الجنينه، يستغل الجنينه ديت جراج للعربيه. يعملها كافيه. لازم اي حاجه غير ما يستغلهاش استغلال امثل. صح. النقطه الثانيه لو حصل واستغلها فعلا للاسف ساعات ما بيختارش النوع المناسب في المكان المناسب. يعني بمعنى ان انا قدام مني مساحه قدام الفيلا 30 متر مثلا، لازم اختار نوع الزرع ان انا اقدر اربيه بعد كده. يعني واحد ممكن يجيب نجيله يعني مسطح اخضر كويس قدام منه والنجيله تمام،
ما بيفكرش ان هو النجيله دي محتاجه بعد كده صيانه، محتاجه. طب احنا شايفين دلوقتي على الشاشه باشمهندس بعض انواع نباتات الزينه اللي احنا ممكن نستفاد منها في بيوتنا. النباتات اللي حضرتك شايفها دي ممكن تبقى خارج البيت ولا داخل البيت، ولا ممكن تكون ازاي في الحديقه بتاعتنا يعني؟ لا لا، خارج البيت طبعا. نعم. النباتات تنقسم لقسمين، في قسم اندور بلانتس واوت دور بلانتس. دي نباتات خارج البيت لازم بتحتاج الكميه كبيره من الاضاءه ومن الشمس، بعكس النباتات اللي داخل البيت. زي ما انت شايف حضرتك يعني المسطحات الخضراء النجيله ديت والنباتات ديت والازهار ديت، الزهر اللي شايفينها قدام حضرتك ديت، دي في منها ازهار حوليات بتزرع في فتره معينه من السنه وبتنها موجوده لفتره معينه، بتبتدي مثلا زي مثلا حوليات هتبتدي تزرعها احنا دلوقتي في شهر 9، من اول نص 9 كده بنزرع حوليات بتنها موجوده معانا لمده 6 شهور لحد ما نطف الازهار بتاعتها وتنطف الازهار بتاعتها في شهر 6. احساس مختلف جدا طبعا لما الواحد يكون قاعد وسط الخضره. شايف حضرتك الاعداد، يمكن الاستاذ هشام المخرج بيلعب لنا بعض الانسرتات الخاصه بالاعداد، وانت وسط النجيله شايف يعني شيء جميل جدا. انا نفسي بارتياح وانت موجود. الاحساس ده حضرتك يوصل لاصحاب المدن، الاحساس ده لو وصل لاصحاب المدن واصحاب القرى واصحاب الفنادق هيبتدي يغير من المنظومه بتاعته. يعني انا كنت شفت فنادق قبل كده كان صاحب الفندق عشان خاطر يقبل الغرفة بتاعته ضم البلكونة بتاعت الغرفة للأوضة عشان خاطر الزبون يجي يلاقي أوضة كبيرة، وخد عمل بلكونة تانية في النجيلة في المسطح اللي قدام البلكونة. بعد ضيق المساحة شوية، وأول ما يبتدي يخش ويعرف قيمة الزراعة بالنسبة له وبالنسبة للفنادق الموجودة التانية وبالنسبة للزائر الموجود. يعني الزبون لما يجي من بره الأجنبي أول ما بيخش عندنا الفندق بيبقى عايز يشوف إيه؟ يا إما عايز يشوف مية وهواء نقي واللون اخضر قدام منه، لان اللون الاخضر ده مهم جدا. صح. اللون الاخضر هو اللي بيمدنا بالاكسجين النقي. اللون الاخضر البرنامج ولا اللون الاخضر الزرع؟ لا، اللون الاخضر الناتج عن الزرع. طيب باشمهندس، يمكن دلوقتي الناس اللي بيشوفونا يقول لك طب انا عندي بيت صغير، ازاي ممكن اخلي البيت بتاعي برضو يعني في بعض الزهور اللي ممكن استعين بيها واشوفها وارعيها يعني؟ عن طريق قصريه، يشتري قصريه كلنا. طب عايزك تشرح لي برضه بمثال، واحد مثلا شقته صغيره اوضتين وصاله وعنده بلكونه بسيطه، ازاي ممكن يستغل البلكونه دي في وجود بعض الزراعات؟ تنصحه بالنباتات ايه اللي ممكن يقتنيها ويجيبها، وازاي يراعيها ويحافظ عليها عشان برضه يبقى عنده يعني مشهد جميل جدا من اللون الاخضر؟ زي ما قلت لحضرتك برضه ممكن هو اهم حاجه فعلا ان هو يختار النوع المناسب في المكان المناسب. نعم. يعني البلكونه لو هو ساكن في دور ارضي بالتالي ان قدام منه مساحه خضراء يقدر يحط عودين زرع في الارض يقدروا يدوا شكل منظر قدام منه. لكن لو ساكن في دور ثاني او ثالث واللي تحت منه يعني مش بيت عائلي مثلا، ممكن يزرع نوع زرع في قصريه بتعمل زي متسلقات كده بتنزل لتحت، وفي نوع بيدي اخضر كامل وفي نوع بيدي ازهار بعد كده. لكن هو لو تحت منه البلكونه ديت حد مش بيت عائلي، فبيحتاج ان هو يزرع نوع قائم يحط في القصريه الزرع يبقى طالع لفوق. زي مثلا انواع، انا عايز حضرتك برضه تذكر لي بعض الانواع. يعني مثلا في الشوفليره مثلا. الشوفليره ده نبات نصف ظل، يعني بيحتاج كميه قليله من الشمس مع ظل اكتر، وممكن يمتص اشعه الشمس. فايدته ايه النبات ده؟ انا ممكن استفاد منه في ايه؟ هي فايده النبات كلها واحده، اللي هو المنظر الجميل وتبادل الغازات، لان النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون بيمتص هو ثاني اكسيد الكربون ويديك الاكسجين اللي انت تحتاجه كبني ادم عشان خاطر تتنفس فيه. في نباتات ثانيه لو انت داخل البيت. كنت لسه هقول لحضرتك اللي ما عندوش بلكونه بقى ممكن يستعين بالنباتات ايه داخل المنزل؟ في انواع كتير برضو حسب المكان اللي هتتحط فيه. لو المكان الفاضي ده قدام عمود بيحتاج نبات قائم. لو النبات ده في ركن من الاركان بيحتاج نبات نصف قائم. في مثلا البوتس، وفي برضه الشوفليره برضه تبقى اندور بلانتس، في الدفنباخيا، وفيه الشمادوريا، في كذا نوع من النباتات موجوده اندور. تمام. اندور بلانتس. طب باشمهندس، هل اشجار الزينه ونباتات الزينه دي بتحتاج نوع خاص من الرعايه ولا مثلها زي باقي الزراعات؟ لا 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 طبعا تحتاج نوع خاص جدا، برنامج تسميدي، برنامج ري، ويختلف في الصيف عن الشتاء. طيب انا عشان يعني انت حضرتك كنت بتقول لا لا لا، يعني ممكن المشاهد يخاف ويقول لك طب انا هعرف اراعي ده كله ازاي؟ فعايزك تبسط لي وتبسط للمشاهد اللي هو حابب دلوقتي يقتني بعض نباتات الزينه في بيته سواء على البلكونه او داخل البيت، ازاي ممكن يراعي النباتات بتاعته دي سواء من تسميد وري وعمليات خدمه بصفه عامه؟ مبدئيا هو اما يختار نوع النبات، في نباتات بتبقى حساسه للميه، هو لازم يستعين بمرشد زراعي في البدايه على الاقل.
تمام. وهو بيشتري من المشتل بيكلم يسأله يعني يسأله هل النبات ده حساس للمية ولا مش حساس للمية. طبيعيا في الصيف بيحتاج النبات كمية قليلة كل على فترات قليلة، بعكس الشتاء بيحتاج كمية قليلة برضو على فترات كبيرة. يعني مثلا في الصيف مثلا نبات زي الشوفليرة ده حساس شوية للمية، يعني ممكن لو في الصيف يبقى كل أربع أيام نديله مقدار كوباية أو كوبايتين مية، مش كتير. تمام. لكن في الشتاء لا، من ممكن كل 10 أيام ياخد نفس الكمية دي. لكن نبات مثلا زي البوتس لا، طريقة الري تختلف عن الشوفليرة. يعني البوتس بيبقى قائم مداد على ستيك بيلتف حوالين منه ده، واحنا بنرويه من من بنستخدم زي بخاخه كده صغيره فيها شويه ميه قد لتر ميه، وبعد ما نرويه نص الكميه في الجدر تحت والباقي بنرش بيه الزرع نفسه. لان ممكن يعني عمليه الخدمه بتتوقف على نوع النبات، يعني انا بشتري نبات معين من المشتل اسال صاحب المشتل انا ممكن اراعيه ازاي، هيديني طبعا يعني الروشته اللي ممكن من خلالها يعني هو مجرد النبات. ما يساله هيديله معلومه مره واحده بس وبعد كده هو يمشي عليها. طيب اهم الحشرات او اهم الاصابات اللي ممكن تصيب نباتات الزينه وانا كمواطن يعني او اي مواطن ما عندوش خلفيه عن مرعاة النبات ممكن يتعامل معاها ازاي؟ والله هي الاصابات الموجوده على النباتات كلها واحده، لكن بالنسبه لنباتات الزينه تختلف في تركيز المبيد. يعني انا المبيد هو نفس المبيد، يعني مثلا في حاجه زي المن، المن موجود بيبقى موجود على محصول الخضر زي البطاطس والفاصوليا، برضو على نباتات الزينه بيبقى موجود، على نبات زي التفله مثلا، نبات زي الهيبسكس ده النباتات زينة موجودة أو تصيب. لو أنا برش المبيد على المن ده بيختلف لو أنا برشه على النبات الزينة عن الخضر. نبات الزينة بحاول بقدر الإمكان إن أنا ببص للمنظر بتاع النبات لأن يهمني الورق الشكل بتاعه، بعكس نبات الخضر بيبقى يهمني الثمر اللي أنا بزرع عشان خاطرها. فممكن لو قللت التركيز شوية أو زودت التركيز شوية مش هتفرق معايا، لكن أهم حاجة النبات المبيد يكون التركيز بتاعه حسب كمية المية اللي بتنحط في المطور. في من ضمن الإصابات برضو اللي بتصيب النباتات الزينة الباقي دي في العفان برضو، وأخيرا يعني الباقي دي بالذات السنتين اللي عدوا قابلنا مشاكل كبيرة قوي السنتين، السنة اللي فاتت والسنة دي في مكافحة الإصابة دي. قدرتوا تتغلبوا عليها؟ قدرتوا تحافظوا على النباتات السنة اللي فاتت؟ للأسف في ناس كتير ما قدرتش تتغلب عليها لدرجه ان احنا بحثنا وسالنا. ده اسبابه ايه طيب يا باشمهندس؟ التحور بتاع الحشره، استخدام السيء للمبيدات للاسف. يعني ما هو يعني للاسف ممكن انا لو اساءت استخدام المبيد يحول النبات لمرض اول واحد بينضر هو انا منه الباقي دي. انا يعني انا لو عندي الزرع بتاعي لو انا استخدمت المبيد بتركيزات اعلى من الموصى بيها بينتج لي حشره لها القدره على مقاومه نفس المبيد ده، حاجه اسمها تولرانس، قدره على التحمل، بتاخد بتولد لي جيل جديد بيحمل نفس الكميه من المبيدات ديت يقدر يتعامل مع المبيد ده. يبقى انت بترش فيه، يعني لو انا برش عند واحد يقول لي ان انت بتحسس ان انت بتغذيه، لا انا الاول انت كنت بترش غلط، فبالتالي لما تيجي ترش نفس المبيد على نفس الحشره ما تتاثرش. فبالتالي من دي النظريه لازم أن يكون في نظريه ايه بقى؟ تبادل المبيدات. يعني الحشره لها اكتر من مبيد عشان خاطر يقضي عليها. تمام. ما ينفعش استخدم نفس المبيد كل مره. تمام. يعني مثلا عندنا اكبر مشكله في بالنسبه للمسطحات الخضراء النجيله، الدوده بتاعت الدوده الخضراء بتاكل النجيله. في كذا مبيد، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه او اربعه. استخدمت النهارده في الدوره ديت مبيد كذا. لو تحب الدوره الجايه غير استخدام المبيد. غير استخدام المبيد. مفيش على رتم معين. لان انا لو استخدمت نفس المبيد ثلاث مرات اربعه، المره الرابعه يبقى اكني بدي مغذي للحشره. طيب باشمهندس، يمكن كثير من الناس بيحرصوا ان هم يقتنوا في بيوتهم الورد بكل انواعه. لو عايز انا اخلي بيتي جنه عن طريق اقتناء الكثير من انواع الورد، ايه اللي تنصح بيه يا فندم؟ ازاي انا ممكن احول بيتي لجنه عن طريق وجود الورد في كل مكان فيه مثلا؟ سهله جدا. في عندنا مثلا انواع زي اللانتانا، ده في مدخل، لو انا مثلا عندي مدخل للبيت ممكن ازرع على اليمين وعلى الشمال لانتانا زرقاء. ديت الميزه بتاعتها ان بتديك زهره وبتديك ريحه. جميل. يعني انت ممكن تبقى قاعد. لكن احنا لاحظنا الفتره الاخيره اختفاء الورد البلدي بشكل كبير جدا، دي نقطه. النقطه الثانيه، الورد ما بقاش له ريحه زي زمان، ده سبب ايه؟ سببه مش الورد، النوع اللي بينزرع ما هو اللي ملوش ريحه. لا، اللانتانا لا، بجميع الوانها ليها ريحه، الساق ليها ريحه، الورقه ليها ريحه، الزهره ليها ريحه.
في دي تتزرع في يعني في الشمس ولا ممكن ازرعها جوه البيت؟ لا لا ما فيش داخل البيت في الشمس ومظهره طول السنه طول العام بنفس الوانها. طيب انا ممكن ده ممكن ازرعه على البلكونه لو انا بيتي صغير. طب الناس اللي حابه تزرع بعض انواع الورود وتقتنيها داخل بيتها في انواع معينه ممكن اعملها؟ في بقى انواع معينه من النباتات المزهره داخل البيوت، بس الصيانه بتاعتها او متابعتها صعبه جدا، لان محتاجه كميه قليله جدا من الميه واسمده عشان خاطر الـ 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 الموجود في البيت ان هو يتابع الزرع دوت هيبقى صعب عليه، هيبقى صعب جدا. فانا ما بنصحوش ان هو يقتني النباتات دي، انا بنصح ان هو يجيب النباتات اللي هي الخضراء، لكن المزهره اللي فيها ازهار تبقى بره البيت افضل له، خصوصا اذا كان هو عنده ممكن السطح، يعني سطح البيت يستغله. استغل ده سطح البيت. كلنا عندنا الاسطح بتبقى فاضيه، بدل ما تبقى موجوده معرضه لاي حاجه منظر مش كويس. لا ده بالعكس، انا سطح البيت ده ممكن اخليه هو الجنينه بتاعتي لو انا ما عنديش جنينه، يعني مجرد ان انا بس افرش السجاد واحول منها الزرع في اثاري، بس اهم حاجه الصرف، عشان برضو ما يجيش يقول لي انت نصحتني ان انا احط الزرع في الاثاري وبعد كده الزرع مات. لا، الزرع الاثريه لازم يكون فيها صرف عشان خاطر كميه الميه، لو انت حطيت كميه ميه زياده، الكميه الميه زياده ديت لو احتفظ بها الزرع هيوصل لنتيجه ان هيحصل عفن للجذور وبالتالي الزرع هيموت. لا، الكميه الميه الزياده ديت بتنزل عن طريق الصرف بتاع الحوض. وفي نفس الوقت برضو في مشكله بتقابلنا انا شخصيا في الفندق اللي انا موجود فيه، ان مثلا بيبقى واحد معاه بيشرب كوبايه ميه، ازازه ميه، واتبقى فيها مثلا نصها، فبقول لك يا عم اعمل خدمه في بتاع الزراعه ده واحط شويه الميه دول في الزرعه. غلط. بيحط شويه الميه اللي باقيين في الاصليه بتاعت الزرع الموجوده داخل، لسه شاربه يبقى كده زياده عليها. هو انا بتقابلني بعد كده تاني يوم اروح الاقي الزرع دبل. طب برنامج التسميدي كويس وبرنامج الري كويس والصيانه تمام، طب ايه المشكله؟ اعرف بقى من الاخر ان اللي جه عمل جميله فيك ده للاسف ما طلعتش جميله. ما انا بك طب باشمهندس، يمكن زمان لو تفتكر كنا بنحظى دايما وبنحرص على اقتناء شجر الياسمين. شجر الياسمين ده كان زي معطر جو، معطر الجو دلوقتي احنا بنشتريه ان هو يبقى زي فواحه كده في البيت، كان زمان طبيعي. تلاقي شجر الياسمين كده بعد المغرب لما الهواء يخبطه تلاقي كل الجنينه بتاعتك وكل البيت بتاعك يعني ريحته جميله كده. فين شجر الياسمين من زمان؟ والناس دلوقتي تنصحها ازاي ممكن يعني يرجعوا الايام الجميله والريحه الحلوه دي اللي كانت زمان فيه؟ هو مبدئيا لو جينا اتكلمنا على الياسمين، في اكتر نوع من الياسمين. في ياسمين هندي، وفي ياسمين اسكواليس، في ياسمين اسطنبولي، في ياسمين بلدي، في ياسمين تركي. كل نوع ليه شكل معين والريحه بتاعته مختلفه الى حد ما، ولون الزهره برده مختلف او شكل الزهره. فالياسمين الهندي ده شجره بتطلع افرع بتاعتها وبتطلع زهره يا اما بيضة يا اما حمراء مدي على روز كده، دي ريحتها جميله جدا، بس الزهره بس هي اللي ليها ريحه ديت. لو انت قدام منك مساحه ممكن تزرع الشجره دي، ما ينفعش تزرعها في قصريه، محتاجه ارض تربه، لان هي شجره طويله بتوصل طولها ل 5 6 متر وبتتفرع. لكن في لو بلكونه لا، انصحه بالياسمين سكواليس، ده لون الزهره بتاعته روز وريحه الزهره جميله جدا، اجمل من الريحه بتاعت الياسمين الهندي، وفي نفس الوقت برضو بتنفع في البلكونات والاسطح بحيث انها بتتسلق على العمود او اي. تمام. يعني زمان كان شجر الياسمين موجود بشكل كبير جدا، وهو يعني عنده قدره والاستطاعه انه يتسلق بشكل كبير جدا. طيب ايه برضه بقى انواع النباتات اللي ممكن نستعين بيها تدينا ريحه وشكل كويس للبيت بتاعنا؟ في سيستروم، او بمعنى اسم تاني ملكه الليل. سيستروم نبات بيدي ريحه خصوصا في الفتره من الليل، من المغربيه طول الليل كده بتطلع ريحه جميله جدا. وفي شجره كمان برضو عايز انصح بها بعض الناس، اللي هي شجره اللي هي عامله طارده للناموس. ايوه بالظبط كده، للاسف في كثير من المناطق يعني السكنيه بيكثر فيها الناموس نظرا لوجود جناين. ايه برضو الاشجار اللي احنا ممكن نستعين بيها بقى يعني حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى تطرد الناموس ما يدخلوش بشكل كبير جدا؟ هي شجره اسمها شجره النيم، بس دي بكثر استخدامها في المملكه العربيه السعوديه. لو كسر زرعها في امام البيوت
هي بتضرب الناموس بس لمسافه معينه عشان برضو يكون دقيق في كلامك. بالظبط. عشان كده انا هسال حضرتك على مسافه قد ايه ممكن ازرع الشجره دي انها تحافظ مثلا على كام متر مربع بدون ناموس؟ لان في للاسف يا باشمهندس يمكن حضرتك تعلم جيدا ناس كتير جدا بتحول الجنينه اللي قدامها لرمله او مكان مسطح عشان الناموس بيجيب لها ناموس كتير. من مسافه من 50 ل 70 سم ما بين الشجره والشجره عشان برضو بعد كده ان كل شجره تقدر تاخد الحيز الفراغ بتاعها ونبتدي نربيها وحسب تربيه الشجره حسب المسؤول عن الشجره دي. الشجره دي ممكن نربيها توصل ل 2 متر 3 متر ممكن توصل لمتر متر ونص. بالتالي نقدر حسب التربيه بتاعه الشجره دي نقدر نحافظ على مكانها ووجودها في المكان. تمام. اخيرا عايز حضرتك برضه تقدم نصيحه لكل دلوقتي عنده تخوف من اختناق بعض نباتات الزينه في بيته او خايف ان هو يزرع بعض الورد او الشيء الجميل اللي هو اللون الاخضر بصفه عامه، تنصحه تقول له ايه؟ وان الموضوع سهل مش بسيط يعني، حضرتك يعني ذو خبره وعايز حضرتك تنقل الخبره. هو سهل جدا، انا زي ما قلت هو محتاج بس ياخد معلومه من راجل متخصص ويمشي عليها، ما يزودش اكتر من كده. برنامج التسميد وبرنامج الري هي حاجات مش مكلفه، يعني كل النباتات موجوده في السوق. اغلى نوع زرع موجود 10 15 جنيه، لكن اهم من ال 10 15 جنيه ان انت اللي هو ببلاش بقى الرعايه. شويه الميه موجودين عندنا صح. بس اهم حاجه ما يكونش فيها كلور عالي، لان للاسف برضو الميه اللي فيها كلور بتساعد على ذبول النباتات. وبرنامج التسميد اللي هو قال له عليه كل اسبوع يحتاج عناصر غذائيه صغرى عناصر غذائيه كبرى، كل 10 ايام مره ميه بدون غذاء ومره ثانيه ميه فيها سماد. مجرد ان يعرف الحاجات ديت من المتخصص ويمشي عليها مش هيحتاج اي حاجه ثانيه بعد كده. يعني الموضوع بسيط وسهل بس محتاج استشاره زي ما قال باشمهندس في البدايه، ان انا وانا راح اشتري من المشتل بتاعي اسال بس صاحب المشتل ازاي اراعي النبات اللي انا هقتنيه. وانا عايز برضه نصيحه يعني وبدعو حضراتكم يعني يا ريت كل واحد كده يجرب وجود اللون الاخضر في حياته، والله هينعكس بشكل كبير جدا على حياتك اليوميه وانت طالع كده من بيتك قدام الجنينه الصغيره لما يكون فيها تنوع كده ورود على كام شجره كده لطيفه ممكن تبص لهم، اعتقد هينتابك شيء من التفاؤل وانت رايح الشغل بتاعك كده، اعتقد هتنجز عملك على اكمل وجه. نتمنى يا رب بيوتكم دايما تكون لها جنه وحياتكم تكون سعيده. بعد الفاصل مشاهدينا انتظرونا، ولكن قبل ما نروح الفاصل خلوني اشكر باشمهندس محمود الفوال مهندس نباتات زينه واللاندسكيب. بشكرك جدا باشمهندس، شرفتيني وبتمنى لك التوفيق يا فندم.